تحسيسي. اخر مره كلمت طلعت قلت طاقه امل وبشرى ان الزخم اللي حصل في 12/7 كان زخم ايجابي. تواصل معايا شباب كتير وناس كتير. في ناس كتير اعطت بعض الافكار الهايله المبدعه. وانا ما دعيتش اي دعوه قبل كده. يمكن ما عنديش القاعده الجماهيريه تخليني اقدر اطلع واقول دعوه. ولكن ايدت كل الدعوات السابقه سواء من خارج مصر او من داخل مصر. وكنت مستغرب جدا الدعوه الاخيره اللي كانت من داخل مصر الهجوم اللي تم عليه. النهارده انا بتهيألي ليا من المصداقيه عندكم، وايضا اعتقد ان ليا رصيد يسمح انكم تعرفوا او عارفين ان هذا الشخص الى حد ما شخص متوازن، لا يمكن يطلع يقول كلام تافه او فارغ او لمجرد الشهره او البحث عن مشاهدات. اعتقد الفكره اللي عندي النهارده واللي انا تبنيتها فما كانش عندي يقين اكتر من 95% انها ممكن تنجح نجاح كبير وباهر ونخلص من هذا النظام، كنتش هطلع النهارده عشان اقولها وادعو لها من جديد. ايوه، دعوه لاستغلال الزخم اللي حصل في شهر 7 وخوف النظام ورعبه لدعوه جديده بفكر جديد بمفهوم جديد يريح الشعب المصري من هذا النظام الخائن. كل الدعوات السابقه كان مشكلتها في الحشد. هنطلع منين؟ هنوصل الميادين ازاي؟ هنروح للمساجد؟ ومين يبدا؟ كل واحد كان بيعتمد على الاخر. فجت مشكلتنا الحقيقيه نقطتين. المشكله الاولى او النقطه الاولى هي الحشد بشكل وباعداد مسبوق غير مسبوقه بالمره. ولو استطعنا ان احنا نحشد العجله بتدور. وفي الفكره دي احنا تلافينا الاخطاء اللي موجوده في كل عمليه حشد ودعوه، وان النظام يستنانا رغم ان احنا هنعلن عن الدعوه وساعه الصفر، ولكن بنتجنب الخطا الرهيب اللي هو كيفيه الحشد بدون خساير. ريسك صفر، مفيش فيها ريسك بمشيئه الله تعالى. الحاجه الثانيه الفوبيا والرعب اللي النظام احدثه للشعب المصري بسبب الاعلام الداخلي داخل مصر طبعا المسيطر على عقول الناس، واحيانا الاعلام الخارجي من اعلام المعارضه اللي كان بيقع في اخطاء اعتقد ما كانش يجب انه يقع فيها في الفتره اللي فاتت. وخصوصا ان في الاخر 12/7 ده و12/7 مش الناس، يعني انا احترمت الناس اللي عزفت عن الدعوه او ما خدمتهاش، ولكن الناس اللي هجمت الدعوه هم بيزودوا حته الفوبيا والخوف عند المصريين. يعني ايه تقول ان دعوه مشبوهه ودعوه مخابراتيه وبالونه اختبار؟ هل هناك نظام عاقل في الدنيا البلد عنده على صفيح ساخن وملتهبا يدعو الناس للتظاهر ضده؟ طب لو نفترض الناس خرجت يجيبوه على المشانك يضيع نفسه هو والنظام والمنظومه اللي وراه؟ هل هذا يعقل؟ يعني يا اخي انت مش عايز تأيد؟ ما تقولش كلام سلبي. وبالتالي الدعوه النهارده اللي باذن الله هدعيها لان واقول لكم على خطوطها تتلافى جانب ان احنا يكون عندنا ريسك ومخاطره في الحشد، والحاجة التانية وبالتالي لما نحشد ونلاقي نفسنا كتير بالملايين الفوبيا راحت. وهم اللي هيبقى عندهم الفوبيا مجرد الرصد من جانبهم ان احنا اعداد في الشارع بمئات الالاف والملايين، خلاص الموضوع انتهى. هوريكم فيديو صغير 7 ثواني
حصل ايه لما ضباط الاتصال في العمليات بيبلغوا القيادات ان الشعب نزل وقالوا بنفس اللفظ الشعب ركب؟ نشوف الفيديو ونرجع تاني. بعد ما شفنا الفيديو 7 ثواني يوروكوا قد ايه الوهم اللي بيحاولوا يعيشوا فيه الشعب المصري والخوف من الخروج للثوره. هديكوا شفتم مجرد الاعداد في الشارع قالوا الشعب خلاص ركب والموضوع كان انتهى. فكرتنا تعتمد ان الناس كلها تبقى موجوده في وقت واحد في اقل وقت ممكن. عايزين ناس في الشارع، الفكره دي تخلي الناس كلها في الشارع مش ناس معينه، كل الشعب المصري يبقى في الشارع وفي دقائق بسيطه جدا. الخطه بتعتمد على حاجتين او الدعوه بتعتمد على حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولانيه الفيديو اللي انا بقوله ده، الرساله اللي انا ببعتها والدعوه اللي انا بعملها دلوقتي انها توصل لكل بيت في الشارع المصري. لازم كل واحد في الشعب المصري، كان في حجه بتقول ان دعوات 12/7 ما وصلتش لكل الناس، اديني بتكلم وعلى قناتي وده دوركم انتوا ودور المعارضه. الفيديو والرساله دي عايز كل الشعب المصري يسمعها. دي تعتبر 50% من الدعوه بتاعتنا. هدي يومين 3 ايام، يوم الاحد في 8 مساء باذن الله تعالى هخرج اشوف ترمومتر الدعوه اذا انتشرت كالنار في الحشيم واحدثت الزخم المطلوب. ان الشعب المصري سمع الدعوه واستجاب ليها هنحدد ساعه الصفر وساعه الخروج ويوم الخروج. اذا لم تنتشر دعوه لتقصير من اي حد بيشوف الرساله ويشوف الفيديو ما شرهاش لكل اهله كل الناس اللي ضد السيسي يبقى هلغي الدعوه. الدعوة بتقول احنا عايزين الشعب المصري كله في الشارع في وقت معين في اقل وقت. ببساطة شديدة هنحدد ساعة الصفر وممكن تكون يوم 2 بعد البث المباشر اللي هعمله الساعة 8 يوم الاحد باذن الله تعالى حسب المردود لهذه الرسالة. هنحدد ساعة الصفر ولتكن 7 مساء عشان الحرب. مطلوب من الشعب المصري كله عدل الاطفال والنساء والمرضى فقط في دقائق معدوده في الساعه 0 الساعه 7 انك تنزل تحت بيتك. تنزل تحت بيتك الساعه 7 لكل الشعب المصري. يعني انا بتكلم في ملايين هيبقوا في الشارع في خلال 5 دقايق. فشل هذه الدعوه ان انت ما تشاركش وما تنزلش وتقعد تستنى غيرك وتتفرج على الانترنت. مش مطلوب منك غير حاجه واحده، لا هتواجه ولا هتخرج ولا مطلوب منك تروح مسجد تخرج منه ولا ميدان عام ولا فقط انزل تحت بيتك في الساعه اللي هنحددها لمصر كلها في نفس الوقت. كل الناس تنزل في الشارع. محدش يقدر يمنعك انك تنزل في الشارع. وما يقدروش ينشروا قوات حتى لو جابوا الجيش المصري كله والداخليه كلها وقوات دول صديقه انه يمنعوا الناس تنزل من بيوتها في الشارع. هنقول الساعه 7 يوم كذا، الساعه 6 يوم كذا. ممكن الدعوه تبقى قبلها بيوم او بيومين. وحتى لو هم عارفين ما يقدروش يعملوا اي حاجه. ما يقدروش يبعتوا الجيش والشرطه لكل بيت في مصر. هتنزل تحت بيتك في خلال 5 دقائق 10 دقائق الشارع هيبقى متروس، المنطقه هتبقى مليانه ملايين من البشر محدش مستنيك.
وبالتالي في خلال 5 10 دقايق انا مش عايز الاف، انا عايز 20 30 مليون في القاهرة يكونوا تحت بيوتهم. مجرد ما تبص يمينك وشمالك وتلاقي الاعداد دي الموضوع انتهى. قراركم ساعتها هيكون القرار بتاعكم انتوا. عايزين تطلعوا البيوت تاني وتقعدوا تستحملوا الذل والإهانة والمرمطة وبيع البلد؟ ده قراركم. عايزين تكملوا؟ اديكم حشدتوا. وخمس دقايق الشعب المصري كله في الشارع. اللي عايز يهتف، اللي عايز يخرج، اللي عايز يمشي، قراركم. لو الناس خرجت وقررت انها تكمل مسيرة وتخرج بالاعداد المهولة والبلوكات دي، هتلاقوني معاكم اونلاين وهنحدد الاهداف اللي هنروحها وهنتكلم وهنقول هنعمل ايه. خطة بسيطة جدا لكنها بالفعل ملهمة. انت عايز تنزل الشعب المصري في الشوارع؟ الشعب المصري كله ينزل في الشوارع في داهية. موجود في الشارع. ساعة الصفر هنحددها يوم الاحد. هنقول يوم كذا الساعة كذا. مش مطلوب من حضرتك، مني ومنك ومن كل حد، ان يؤدي دوره. الدعوة دي فرض عين على كل واحد في الشعب المصري لو عايزين نتحرر. لو عايزين نخلع النظام الشيطاني اللي موجود، اللي بيقطع البلد ولسه عايز يقسمها وباع ثرواتها ولسه هتدفعوا ثمن اكبر لو النظام ده ما مشيش في خلال اسبوع 10 ايام. المفروض فاضل له ايام. عايزين حشد؟ قد الحشد موجود وفي دقايق ونقدر نتحرك بعدها كتل. تأكدوا تماما بمجرد